أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. نبدأها كالعادة بتحليل صورة السطل، حيث نلاحظ أن السماء نسبيا غائمة بمرتفعات الأطلس بمنطقة السيس وكذلك بالريف، مع سماء قليلة السحب نسبيا غائمة بالشمال وكذلك بالوسط. غدا بحول الله توقع نزول زخات مطرية بأقصى الشمال الغربي للبلاد، مع تكون بعض الكتل من الضباب بالشمال الشرقي، وبعد الزوال ستكون السماء نسبيا غائمة بالشرق وكذلك بالريف. على الواجهة المتوسطية ستعطي زخات مطرية متفرقة. درجات الحرارة الدنيا ستعادل درجة واحدة ببولمان، 5 درجات بمدينة إفران، 7 درجات بوجدة، و 9 درجات بالرباط. ودرجة حرارة النهار ستعادل 20 درجة بمدينة وجدة وكذلك بتازة، بوزان وتونات 21 درجة ستسجل بكل من رباط الدار البيضاء وكذلك بمدينة الجديدة. بالمنطقة الوسطى طقس بارد دائما مصحوب بصقيع بمرتفعات الأطلس، وبباقي المناطق الأخرى ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة ستعادل 10 درجات بالرشيدية وكذلك بورزازات، 11 درجة ستسجل ببني ملال و12 درجة بمدينة مراكش. ودرجة حرارة النهار ستعادل 26 درجة بالرشيدية، 28 درجة بأرفو، 30 درجة بزاقورة، 23 درجة بالطاطا، 27 درجة بتارودانت، و23 درجة بمدينة أكادير. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع بحول الله تكون ضباب بالقرب من السواحل، وباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة ستعادل 15 درجة بالزاك، 13 درجة بالسمارة وكذلك ببكرة، و14 درجة بقلتة زمور. ودرجة حرارة النهار ستعادل 29 درجة بالزاك، 28 درجة بالسمارة، 29 درجة ببكرة، و30 درجة بقلتة زمور. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع بحول الله سماء قليلة السحب إلى صافية بأغلب المناطق، ودرجات الحرارة ستتراوح ما بين 16 درجة بمدينة الدخلة، 17 درجة بالكويرة، 16 درجة بأوسرد، و 18 درجة ببرنزران. ودرجات الحرارة العليا ستعادل 33 درجة بكل من برنزران وكذلك بأوسرد، 27 درجة بالكويرة، و 23 درجة بمدينة الدخلة. حالة البحر، سيكون البحر بالواجهة المتوسطية هذا إلى قليل الهيجان بعلو سيصل إلى متر واحد، بالبوغة سيكون قليل الهيجان إلى أج بعلو متر 50 سنتيمتر، ما بين طنطان وبوجدور بحر قليل الهيجان إلى أج، أما بباقي السواحل سيكون البحر عموما هائج بعلو سيصل إلى مترين. المد بمدينة الرباط سيكون على الساعة الثانية صباحا و52 دقيقة، والثالثة عشية و12 دقيقة، والجزر سيكون على الساعة التاسعة صباحا و6 دقائق، والتاسعة ليلا و10 دقيقة. شروق الشمس في الساعة السابعة و49 دقيقة، والغروب في تمام الساعة السابعة و27 دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة يتوقع بحول الله يوم الثلاثاء تحديدا طقس بارد مصحوب بسقية، وذلك بالأطلس وبالهضاب العليا الشرقية، مع نزول زخات مطرية بأقصى الشمال الغربي وكذلك بمنطقة الريف وبغرب الواجهة المتوسطية، مع تكون ضباب كذلك بالسهول الشمالية وكذلك الوسطى وبشمال الأقاليم الجنوبية. بخصوص أيام الأربعاء الخميس الجمعة السبت وكذلك يوم الأحد، الطقس دائما بارد بمرتفعات الأطلس مع تكون ضباب بالسهول الأطلسية الشمالية وكذلك الوسطى، والسماء نسبيا غائمة بالشمال الغربي ستعطي زخات مطرية. بباقي المناطق الأخرى الطقس مستقر مع سماء قليلة السحب إلى صافية.